الله يا علماء السعودية، الله يجازيكم بخير علاش تمشيو ديروا هذا ولا تبعتك بالفتان يا علماء السعودية. قولوا لا تبعتك يخليو الجوا ما تخدمنيش، قولوا لهم هذه خلافة فرعية. أخف فيش الظلام أغثيتم نفوسنا، أغثى الله نفوسكم القليلة، إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم، إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم، إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم. الصوت في اليد وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت. لأجاهدن عداك ما أبقيتن، ولأجعلن قتالهم ديدان، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان. ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي، وصفعت كل مخالف صفعاني، وصفعت كل مخالف صفعاني. استفتاء المتطفلين وإخماد الرويبضات عن الخوض فيما لا يعنيها أمر مطلوب. احنا في المغرب وفي البلاد العربية وفي أوروبا التي زرناها وجدنا شباب السلفيين معاول للهدم في أمة محمد أينما ذهبنا. يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين، دمرتم الأمة. وحللنا وارتحلنا. تخيلوا أن معايا أن الواحد منهم اللي نبغى شي فتوخصو حتى يضرب التليفون للسعودية، وأن دينهم أخذوه من مجموعة من العلماء عندهم فهم خاص للدين، عندهم فهم خاص للدين، عندهم فهم خاص للدين، ولا يذهب مع الفتن ومع دعاة الضلال، ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين، ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين، لا يأخذ ممن هب ودب وادعى العلم. قد يكون عالما لكنه ضال، عالم ضلالة، وقد يكون جاهلا في نفسه وضالا في نفسه، فيضل من اهتدى به واقتدى به. كل هما ابن باز والعثيمين والمحدث الألباني وعندهم هذو الجداد، هذا هو الدين. فإذا خرج رأي آخر من غير هذه الثلة الله عليك أجل. من أنت؟ ما تكون؟ ألا تفيق؟ لا يعتبر في عرفهم علماء. فكما أنهم يعيبون علينا أننا نقلد علماءنا، ألا تستحي؟ اتق الله ربك. اكتب الشماعة هذوك، هذوك مبتدع، هذاك يسمع الموسيقى، هذاك يديرك، هذاك يقرأ قرآن جماعة، هذاك مبتدع، هذاك. والله أخوتي لك يسلمون الناس أوروبيين وكيقبضهم مساكين هاد السلفيين، والله لا يحسب روحه صافي ولا يدخل الله يستر داير هاك، يدخل الله يستر داير هاك، يدخل الله يستر داير هاك. الذين لا يتمسكون بالخلق القويم لا يحمل عنهم دين، الذين لا يفهمون لغة العلم ولا يتكلمون بها لا يحمل عنهم دين. من الذي أضل الخلق في هذا العصر سوى أولئك المسوخ الشائهة، فحرفت الخلق عن طريق الحق والله يعاملهم بعدله. ويصب الإعجاب كيقول نحن هم الفئة الناجية، ما زال ما يعرف حتى كلمة بالعربية ويركبوا فيه الغرور. أنا كذاب كذاب كذاب. نزلت من المنبر أول واحد يواجهني هو فرنسي مسلم، سلم علي قال لي كاس كاسك لا بدعة. قلت له من تراك عاد كي دخلت للدين خصك تعلم حب الله وتتعلم حب المؤمنين وتتعلم نعم سيدي حب الآخرة. هؤلاء جهال جهال، لا يفهمون معاني ما يتكلمون به، ولا يدرون مقاصد القرآن ولا معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وتقرا على مسجد على القواعد الكبيره وتقرا على القواسم اللي تجمع الامه. انت مازال عاد دخل تعلمك واسمه هي البدعه. البدعه هي اخطر شيء بعد الشرك بالله عز وجل، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وغلظ من الاحداث في الدين، وتوالى السلف على ذلك، فقد صنفوا في ذلك المصنفات الكثيره، وكتب السنه مليئه بالتحذير من البدع واهلها. ولان النهاري قد تربى بعيدا عن العلماء فكيف سيدرك هذا الامر ويفهمه؟ وليت انت تحكم على الناس غير البارح وانت كنت كل حلوف. انهم يعيبون علينا اننا نقلد علماءنا، فهم لعلمائهم اشد تقليدا، بل جعلوهم اربابا من دون الله، بل جعلوهم اربابا من دون الله، بل جعلوهم اربابا من دون الله، بل جعلوهم اربابا من دون الله. خذوا الشيطان، خذوا الشيطان، خذوا الشيطان، خذوا الشيطان. يلقي الكلام على عواهنه هكذا، يجدع أنوث أهل السنة من العلماء الكبار إلى يوم الناس هذا، يجدع جمهور الأئمة سلفا وخلفا هكذا، لا يدري ما يخرج من رأسه بغلبة البدعة عليه. وحاش هؤلاء العلماء أبدا أن يقول. إذا رأيت الرجل يزري بفلان وفلان من أهل السنة فاعلم أنه مبتدع، وهو كذلك، فهم مبتدعة. قولوا مثل ذلك لأنهم يقولون ما قاله العلماء من قبل، كل يؤخذ من كلام. يرموننا مينا وكذبا بما رفعنا الله عنه وطهرنا الله منه. أنا شد حرام وكشفين وجه المرأة حرام، والنقاب فريضة ماشي شايت نفيلة، واللحية بالسنتيمتر، وجلبة فوق الأخر، والنايك، وضرب الكوكا. والله لا كيديروا العمل ديال بنو صهيون، والله لا كيديروا العمل ديال بنو صهيون، والله لا كيديروا العمل ديال بنو صهيون. خذوا الشيطان، خذوا الشيطان. سواء وعاو ولا ما وعاوش في الأمة. ألا شاهت الوجوه؟ لأن تفتيت الأمة من الداخل. جاو عندي صحاب سبنيول قال لي دير لنا شي كلمة صاحبي، احنا هذو راهم فتنونا يا صاحبي، راهم فرقوا لنا جماعات جماعات جماعات. هنيئا لهم، هنيئا لهم. ليه؟ قلنا لكم القرآن سماها الله عز وجل الفرقان، يعني ايش؟ يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الرسول كما في حديث البخاري محمد فرق بين الناس، محمد فرق روايتان قراءتان حديثان روايتين هكذا، محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، كله تفريق لا شك. لا محمد ما فرق بين الابن وأبيه، ها بين الزوج والزوجة فرق محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفريق إذا كان على أساس الاعتقاد مرحبا، وهذا هو الأصل، ويجب أن نفرق بين الناس على أساس الاعتقاد. انتبهوا الكلام. أنا أعرف يقولون، بل خاصة عندنا يعني في الكويت، يقول لك حرام تعامل الناس على أساس العقيدة. أعوذ بالله، يعني مبدأ الولاء والبراء كله هدموه، لأن الولاء والبراء الحب في الله والبغض في الله كله قائم على ماذا؟ على أنك تعامل الناس على أساس الاعتقاد يا شيخ، والدين المعاملة على هذه لا شك. فإذا كانوا والله فعلا يفرقون بالحق، يفرقون على أساس الاعتقاد، فهنيئا لهم، هنيئا لهم، ونسأل الله أن نكون منهم. درت لهم كلمة في الأخير يعني هذا النشيد، قالوا لأمك منين كنت نشرب الشراب ونسمع للشابة الزهوانية، عمرو ما جيت تقول لي حتى وليت لصيد ربي وليت نسمع النشيد المدح نتاع عند وجهي، بالك راني مطيح لك السنين. ملي كنت انا في الكانتينات ندور وكنت نسمع للشابة زوليخة والشاب الرياح، ما كنتش عمرو ما فكرت فيا بلا الريخ في خطر، حتى وليت نصلي الوقت ونقرا القرآن ونسمع الأناشيد. هذا راك تقول لي انا راني مبتدئ، وبكري وكي كنت عاد من اليوم مبتدئ، وقبل كاع ما نجي كاع للجامع اش كنت؟ هذه نتيجة دعوتكم الفاشلة
وتضليلكم السافر للمسلمين. روح الله يقولوها بحب لهذا الناس حب. وانا غادي ان شاء الله. اين الرجال؟ اين الرجال يرقبون صدع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرقها؟ إن لم تكفوا عن أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة، فلا هوادة، فلا هوادة، فلا هوادة بعد اليوم. الصوت في اليد، وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت.